السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ونتحول إلى طنجة مع الحاجة للا الزهرة. السلام عليكم أنت قريبة. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يبقيت يا الأستاذ الفاضل. الله يطول عمرك للا، الله يحفظك ويرعاك. سي خليك الحبيب ديالي، انا ما كنصنط عليك كيتفاجئ عليا الحال، وكنفراخ الحبيب ديالي بزاف 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 لينا والو نيس ديالي الحبيب ديالي، وهذوك الشرف اللي مدورين بك اللي كيشارك اللي كيخدموا فيك الاذاعه كلهم عزازين علينا بزاف. كنصنط عليك وانا نصنط على السي محمد جيجي الله يبارك فيه مسكين صحته، كنصنط على لميا وهشام وسي وسي العطاري الله يخليهم لينا كاملين جنود الخفاء، ولاسانا اللي كدوز في المطبخ حتى هي مسكينه كندعو لها بالشفاء والعافيه وربي يخلي البنيات ديالها ويعطيها ربي يعاود شي عازرين ان شاء الله باذن الله يا ربي. وسي سامي نقول الله وليد الله يرضى عليك الله يحفظك الله ينجيك الله يخليك لنا وليداتك وداك ما كنتمنى ان شاء الله. انتينا سي قريبه انتينا هو تاج ان شاء الله فوق راسنا كاملين ان شاء الله. استغفر الله استغفر الله يطول عمرك. الشرعي سي احمد الشرعي مول الاذاعه المدير ديالنا الكبير الكبير والله لا اله الا الله الله يخليه لينا والله يطول له في العمر والله ينصروا الحبيب ديالي عليكم ان شاء الله. وراه هو راجل فاضل وراجل مزيان ان شاء الله اللي عملنا الاذاعه المحبوبه الرائعه، راه مدخل علينا الونيس مدخل علينا اي حاجه اي حاجه سي قريبه نبقى الاخر اللي ما عمرنا نبقى الاخر قرينا ولا استدينا منا سابينا في هذه الاذاعه المحبوبه الرائعه المحبوبه الله يخلي لي انا طاف خلق نعبر الحبيب ديالي راه ما داك الشيء تصير بحقها ان شاء الله. ونبلغ التحيه ان شاء الله من لاله سكينه ون لاله سعيده هكا ونهدي ونسي صابر وكل ما هذوك جنود الخفاء اللي جايين وحاضرين كلهم كنسلموا عليهم بالحراره، وخا الاخر اللي ما عرفوش الاسماء ديالهم ولا نسيناهم حتى هما يسمحوا لنا الله يخليهم لينا. وانا عندك واحد طليبه يا سي قريبه طليبه هي الحاجه يا الحاجه يا رب المستمعين والمستمعات اللي طغين الوطن وخرج الوطن والله يحيد علينا هذا الوباء علينا هذا المرض. انا عندي معهم واحد الديوان ان شاء الله انا مكفوفه وما كنشوف شي دخل اخر، انا الصندله ما طلعلي شي ما كنمشي حافي انا راه الله اللي علم بيا والله يشرف عليك. الدعوه اللي عندي عندها مع المغرب كامل المغاربه ديالنا اللي طغين الوطن وخرجين الوطن نطلبوا يقولوا امين ويقولوا امين الله يوزع علينا هذا الوباء اللهم امين هذا المرض وينشا لنا الخلا والقفار يا رب. هذا علينا سيكون ما قلنا بعد الصحن من الارض يا رب يا رب. هذا المرض هذا راه ريبنا وراه شتتنا وراه تقال اخر فرقنا على العائله وعلى تقال اخر ما بقينا نعيدوا معوطين ما بقينا نجمعوا ما بقينا حتى شي حاجه. نطلبوا الله تعالى تبارك يلعبوا علينا في هذه الليله المباركه هذا النهار تقال اخر اخر من 20 في رمضان الله يحيدوا علينا وليدي الله يشافي الامه اللي مرات الله يشافيه اللي ما عندهمش الوليدات الله يفتح حزامه والله يطلق سقامه والبنيات المساكن اللي ما عندهمش باب التجاوز وفات المسن ديال المساكن كبروا شويه والكبير هو الله طلب الله يفتح عليهم ربي في هذه الليله المباركه. امين يا رب. انت والذكر طيار عسير غني وفقير كبير وصغير كلشي كندعي معاه بحراره اللي داخل الوطن وخارج الوطن المغاربه ديالنا كاملين كندعي معاهم في مكانهم اي ارض اي بلاد واللي كيصلي واللي كيصوم واللي كيصوم الشوال وكيصوم 10 ايام في العيد الكبير ولا انا واحده منهم واللي كيصوم طال اخر هذه الايام البيض يصوم في اول الشهر هذم كلهم صائمين نطلب لهم الصحه والعافيه والله يطول ربي في العمر تاهما يا رب وديما يعطيهم الله يشافيهم واللي تقال اخر صحاحين الله يزيدهم في المدد ديالهم والغنيه الله يزيدهم في الغنى ديالهم واللي كيعطيو الخير فيه وكيشوفون هاد الناس هاد الناس مساكين دابا ما نبقاوش مشبرين حنا فهادي في سيدنا ونشبروا في هذاك خصنا حتى حنا تقالوا نتعمدوا على راسنا ونعيطوا على الله ونأمنوا بالله ونذكروا الله واللي بغى شي حاجه يطلبوا من الله عز وجل ونعم بالله. اخر هاد المحسنين راهم قال اخر راهم قال اخر ماشي يكونوا ان شاء الله فوق شي جنة الرحمن ماشي تحت منها يكونوا فوق منها ان شاء الله يكونوا فوق العرش ويكونوا راضي عليهم الله ويشوفون هاد المكون يشوفون هاد المعاقين يشوفون هاد المساكن الايتام يشوفون هاد الناس اللي مساكن الله قال اخر ما عندهمش الوجه راه كاين الناس اللي ما كيبغوش يسعوا تيكو قريبه. اييه هذاك منهم انا ما عمري خلصت ولا ما ديت يدي ولا كل شي واحد عطيني
نسحر السجود ديالي كنوض دابا انا فايق دابا كنبقى نصلي حتى السحور السحور نسحر عاود نصلي عاود حتى يد الفجر نصلي الفجر عاد كنغمض ديك الغميضه كنضرب ديك التسعود كنوض نتغدى نصلي الضحى مور الضحى نصلي عاود 7-8 ركعات مور الضحى انا ماشي كنفخر بالصلاه انا كنقول الناس اللي بغى شي حاجه من الله اللي بغى شي حاجه واما بنعمه ربك تحدث يكافح مع الله يكافح مع الله والله راه اللي طلب يعطيها له وهذه الاذاعه الحبيبه راه شفنا فيها المزيد شفنا فيها بزاف ديال الحاجات شفنا فيها وقال اخر وكنايدوها قال اخر بلا افتخار وانا مطلب منك واحد طبيب الحبيب انا راه عيني كتحرقني وعندي 50 فرنك من الشهر للشهر ديال الدواء عيني الحبيب ديالي كنطلب المحسنين المؤمنين انا ما بغاش يعطيني فلوس شي ولي غدوا انا ويناتي انا غنحمق ما كنعادش يا حبيبي كنبات فايقه نضرب راسي مع الحيوط والله اللي عالم عليا وانت شتي قلت شنو قالي مع الوليدات وانا في بلاد الناس وبوحدي ما عندي لا حبيب لا رحم دوز عنو المراه ديالي يا حبيبي يتفكروني الناس بحال مره اخرى في البيت الكبير كانوا يتفكروني وفوجوا عليا ورحموني الله يرحمك والله يعطيك ما تنوي في قلبك امين يا رب سامع عاود لا بغى يساعدني الله يعطي ربي حتى هو الجنه والعيمه عطوني ندوز عن المراه ديالي ونطلب الله ونتسنى الله يفرج عليا الحبيب ديالي هادشي اللي كنطلب منك انا كنطلب عليك القطر عليا العافية قدام الفراج انا نقول لك مره اخرى والحبيب والطاو وكلشي داخل عليا والحنوشه ولا داخل عليا انا في هاد البلاد الله لا انا نقول لك اجي غير تشوفني وعاد تمشي مألم ما عاد تمشي مع النعاش الى شتي الحاله ديالي وانا مكفوف راجل مسكين توا عنده وينه وحده ما تشوفش مزيان ورحنا انا ويا ربي راه معاه جالسين ما شبرنا للدعم للمالك ما شبر ما كان اللي يدينا الخبر ما كان يجيبنا الخبر جالسين في حبر كمخشيين بحال شي بحال المخشيين في الغرب راه الله اللي عالم حبيبي لا معاونه لا حاجه والله اللي عالم عليا حبيبي وكنقولها لك وقلبي راه كيتحرق وانا محرومه من وليداتي محرومه من داري انا داري كتبت انا ولادي باش تزوج بهذا الانسان هذا باش يخرجني ويساريني عا برا ويدخلني ما يخلينيش مجنونه ودابا حبيبي غادي ندوز عنه المراه ديالي وغادي نطلب الله حبيبي يا رب يا رب انا مزعوقه فيكم زوجك يا رب يا كريم ندوز من نعم راسك نعم نعم لله ايبان نعم لله نعم لك نسمع حبيبي الله يرحم الوالد واخا الله يرضى عليك واخا طلب سي سامي واخا قانونيا من غير ما مسموح لنا ولكن لا باس يا ربي ترابد رجلكم وليداتي سامي وانتينا وكلكم غاتلقكم والله يعطيكم انا ويفقى لكم بهذا الشهر الفضيل لينا وين عطيكم الله عز وجل رحموني يرحمكم الله عزيك وريبي يلا يلا هلا يلا سربي 06 اييه 06 انا كنطلب المستمع ما يجيش لحد انا كنقول سي سامي واخا سي سامي ولي مسؤول تما ولي مسؤول في الاخراج وقانونيا ما كيسمحوش لينا بهذا الامر من الفوق ماشي منا حنا ولكن مع ذلك نقول لك غير دوزيها وحنا نتحمل المسؤوليه ان شاء الله لحدونيش ما لحدونيش انا مزوقه اييه لا اييه تفضلي تفضلي لاله وكافي ما طيب ربي ما يتمنى تفضلي تفضلي لاله 06 صفر بلاتي انا متاكفه شويه تسمعني يا شكر ايمان اييه كنسمعك لاله 06 99 65 77 45 06 99 65 77 45 هذه ديال اين وين غادي نتكي واخا لاله حتى نطقتي بواحد الاسم اشهاري وهذا ايضا لا يجوز في الاذاعه كيلقاو عقوبات من الفوق يعني هناك واحد الهيئه ديال السمع البصري كتسمع على هكا عندها قوانين خاصه بعدم سرد هواتف خاصه وايضا لذكر اسماء اشهاريه ان شاء الله ربما يكون هذا الرقم راه بلغ العدل المستمعين المحبين وان شاء الله تعالى من يرغب في مساعدتك ان شاء الله يتواصل معك بهذا الرقم ويقدم لك المساعده المطلوبه الحاجه الزهره هي مكفوفه وهي صديقه البرنامج منذ زمان وكتواصل دائما انسانه ربانيه انسانه مؤمنه انسانه صالحه ولكن تعرضت لبلاء شديد وتعرضت لشده كبيره تزوجت لما ترك أبناؤها تزوجوا وخلوها في غرفة في السطح وحيدة ويبغى تخرج بغى تشوف الحياة لأنها لم تر الحياة تزوجت وهي صغيرة عندها 13 سنة وولدت ما يزيد على 14 وليد زوجها كان أكبر منها سنا في الخمسينات وهي 13 سنة وبعد كفاح فقدت بصرها وفي الأخير قالت بغى تشوف الحياة اختيارها لقات واحد ولد الناس مؤذن في جامع اللي هو جامع بسيط ماشي ديال الدولة وتزوجت معاه على سنة الله ورسوله ولكن الأولاد ديالها شعروا بنوع من عدم الرضا أنهم كبيرة وتزوجات
ومنهم من تقبل، ولكن ابنها الأصغر رفض رفضا كليا ولا زال حانقا عليها. لكن هي الآن في ظرفية كما سمعتم، هي كما سمعتم وزيادة، فعلا هي تعاني من ربي اللي عالم بها، وإن شاء الله تعالى ربي يكرمها، ربي يكرمها بإذنه الواحد الأحد. فتشكرك للحجة الزهرة، ومعذرة إلا قدرنا شي حاجة ما نديروهاش، ماشي مثل القرية أنفسنا. كاين السيد المخرج سي سامي هو محكوم بالنظام ديال الإدارة ديال الإذاعة، والنظام ديال الإدارة ديال الإذاعة بدوره محكوم بالنظام العام ديال الإعلام. فمعذرة للزهرة، الله تعالى يحفظك والله يفتح لك باب الرزق. نطلب الله سبحانه وتعالى اللي هو اسمه الرزاق، الذي يرزق بالأسباب ويرزق بلا أسباب ويرزق ضد الأسباب، أن يحفظك ويرعاك ويكرمك ويزيدك من فضله. يا ربي حنن لك القلوب، ويا ربي افتح لك أبواب الرزق من عنده سبحانه وتعالى، إنه على ذلك على ولي ذلك وقادر عليه. آمين آمين يا ربي يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر.